أقيم متحف لعرض إنجازات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرية حياة كريمة على هامش النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ داخل مركز المؤتمرات. ويسلط المتحف الضوء على أركان المبادرة من قضاء على الجوع ومحو للأمية ومشاريع للبنية التحتية. متحف لعرض إنجازات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري حياة كريمة عقد على هامش النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ داخل مركز المؤتمرات. احنا اولا حياة كريمة احنا في الفترة بتاعت الجائحة ده التيمة بتاعت المنتدى عندنا السنة دي فيما بعد الجائحة، احنا ما وقفناش شغل على الارض في التنمية. المفروض ان في 2019 سيادة الرئيس اطلق مبادرة حياة كريمة وابتدينا في عدد من القرى، ساعتها جت الجائحة بتاعت كورونا، كل العالم قفل وقف، احنا في حين ده ما وقفناش واستمرينا على الارض في الشغل عشان تطوير الريف المصري ومكملين مع اهالينا. فبالتالي احنا كنا لازم نوضح احنا خلال السنين اللي فاتت ايه اللي احنا عملناه في خطط التنمية على الارض كنموذج حياة كريمة. المتحف يسلط الضوء على اركان المبادرة من قضاء على الجوع ومحو للامية ومشاريع للبنية التحتية عن طريق اشكال واجسام مصغرة لواقع اصبح حقيقة على الارض. تجربة حياة كريمة العالم كله جاي لان تستفيد بحياة كريمة في ظل أزمة كورونا، في ظل أزمة كورونا والقفلة اللي كانت على العالم كله دلوقتي احنا خرجنا بيها بحاجة إيجابية كبيرة جدا جدا، طورنا الريف المصري، أدينا له كل الخدمات اللي كان محروم منها في وقت قليل جدا جدا جدا، وصلنا لكل قرى الصعيد اللي تحت وكل قرى الدلتا وكل قرى الشرق والغرب في مصر كلها. فالعالم دلوقتي في جلسة رئيسية كبيرة جدا وورش شغال على حياة كريمة اللي هي نقلت الريف المصري نقلة نوعية كبيرة جدا ما كناش منتظرينها قبل 30 سنة جاية. First of all, I attended to حضرت إلى المنتدى للتعرف على أشخاص جدد وثقافات جديدة وأيضاً من أجل تبادل الخبرات في عدة مجالات مثل التغيرات المناخية والتكنولوجيا والتنمية المستدامة مثل حياة كريمة. لقد أحببت المنتدى جداً والافتتاح كان مذهلاً والتنظيم جيداً. بالنسبة لمبادرة حياة كريمة أنا قرأت عنها في الإنترنت، عندي مش مصري بس قرأت عنها وأنا عجبتني كثير الفكرة. الرئيس عبد الفتاح السيسي بده يقضي على العشوائيات، بده يعمل مصر بقراها مكان متطور، بده يخليكم من دول العالم الثالث، وانا بايده في هاي الفكره مع انه ممكن البعض يشوفها صعبه شوي ولكنه ما في هي صعبه بس مش مستحيله ان شاء الله رح نزل. I think the forum is amazing and it's a great opportunity. المنتدى فرصة جيدة لمقابلة شباب جدد ولمشاركة الأفكار، وكان هذا هو هدفي الرئيسي لحضور المنتدى. إن المواضيع المختصة بهذا المؤتمر مهمة جدا مثل التغيرات المناخية والتنمية المستدامة والتكنولوجيا بعد كورونا، كما أن الشباب حول العالم يمكنهم تبادل الأفكار ومناقشتها. Your beliefs and like discuss about that. يأتي المتحف وورشة عمل حياة كريمة ضمن عدد من المواضيع المستهدفة في المنتدى مثل التعامل من بعد جائحة كورونا والتحول الرقمي واستراتيجية التنمية المستدامة 2030 والشركات الناشئة وريادة الأعمال، بالإضافة لنموذج محاكاة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبمشاركة شباب بداية من 18 عاما وحتى 40 من 160 دولة حول العالم. بذرة أمل نمت وازدهرت لترسل رسالة سلام للعالم أجمع. منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة يعد فرصة حقيقية للتواصل المباشر مع كبار صناع القرار والمثقفين لسد فجوة بين الأجيال والعمل على حاضر ومستقبل أفضل. كريم بيبرس، التلفزيون المصري.